اهلا بيكم من جديد. احنا لسه موجودين في الابعديه او قريه الابعديه جوه محافظه البحيره، وبنكمل كلامنا مع اهالي القريه. عم ابراهيم حبيب منورنا وشرفنا. صباح الورد والفل عليك يا عم ابراهيم. امسك المايك يا عم ابراهيم ويلا نتكلم. صباح الفل، صباح الورد، صباح العسل، صباح الخير يا مصريين. من قريه الابعديه مركز دمنهور محافظه البحيره، بصبع على كل مواطن مصر، بصبع الاول على الزعيم عبد الفتاح السيسي اللي انقذ مصر. الزعيم مش الرئيس، الزعيم عبد الفتاح السيسي اللي انقذ مصر بامانه. انا راجل عندي 68 سنه، ربنا يديك الصحه، وعاصرت كل الرؤساء اللي مروا على مصر، وعاصرت اللي حصل في 25 يناير. اقسم بالله العلي العظيم، انا كنت موظف بالري، كنت موظف وزارة الري في دمنهور، وعصرت الأحداث اللي مرت على البلد. أنا كتبت يفطف في أيام اللي البلد كانت بتمر بيه، يا ناس محدش شاف مصر. أنا ما كنتش شايف مصر، ما كنتش شايف مصر. الحمد لله اللي ربنا أعطاني العمر وقاعد في بلد آمن محترم، في قرية مش في مدينة، في قرية مصرية في جمهورية مصر العربية. أنا نتحدى لو في قرية في العالم، في العالم زي قرية الأبعدية، أمن وأمان وتطوير. أنا عشت القرية المصرية زمان، أنا مواليد 55، عشت القرية المصرية زمان أيام ما كنا بالأرض كطينة وقرية مصرية، وشفنا للأسف للأسف الايام ال 30 سنه اللي فاتوا اللي كان حاصل في مصر عموما. وجه ال 25 يناير بامانه اللي حصل في مصر اعجاز اعجاز اعجاز. حضرتك هديه لدوله في العالم، دوله في العالم. انا بس عاوز المصريين، نفسي في نفسي بنطلب من المصريين، ارجوكم خلي بالكم زي رسم، خلي بالكم من بلدكم، اتكتفوا، خلوكم يد واحده، خليكم يد واحده. الحاج ابراهيم حضرتك بتتكلم عن المشروعات اللي تمت في مصر، احنا بالفعل مركزين عليها كمصر عموما. احنا مركزين عليها، لكن احنا عايزين بقى بما اننا موجودين في الابعديه بقى فنتكلم. ما هي قريتي، ما انا بقول لك، انا بنقول للمصريين ايه؟ اصل للاسف للاسف المصريين بيتكلموا في الاكل والشرب. احنا لا عايزين لا بس لا لا. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا يا حبيبي يا استاذ الناس. يا استاذ انا معلش سيبني، انا اول مره نطلع في التلفزيون المصري. احنا المشرفين في التلفزيون المصري الاصل، وانا بنطلب من الجميع انه يدعم التلفزيون المصري عشان يرجع لبريقه تاني، التلفزيون اللي تربينا عليه. احنا كده هنشكر حضرتك ونقول لك كمل بقى. انا بشكرك على الكلمتين الحلوين وهنقول لك كمل براحتك بقى. فانا يعني معلش اعذروني انا. طيب احنا انت منورنا يا عم ابراهيم، بس خليك معايا كده بقى. انا راجل مع الكم ده، اي سؤال، احنا فاهمين سياسه وفاهمين اقتصاد وفاهمين. الله اكبر عليك، هو في زيك يا عم ابراهيم؟ كله ايه؟ انا بس طب رد عليا بقى، انت عايزني اسالك في السياسه وفي الاقتصاد وفي الرياضه، هسالك في كل، بس انا هسالك على حاجه ثانيه. تعال نبتدي مع بعض. اتفضلي. الابعديه انت شايف ايه اللي فارق؟ بس قول لي، كان واحد كان كذا وبقى كذا. المكان 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 اللي كنا قاعدين فيه ده ماشي، كانت فيه ترعه هنا، ايوه، كانت فيها ناموس ترعه، تعرف الترعه اللي كان بيحصل فيها، كنا في شتاء ما نعرفش. والله كانت ترعه هنا، والله كان فيه ترعه هنا ماشي، عشان تخش البلد جوه ما بتعرفش تخش. دلوقتي حضرتك احنا دلوقتي احسن من المدينه، يعني دلوقتي لو خشيت شوارع القريه، شوارع القريه كلها مستفلته. شكرا يا ريس، شكرا يا ريس. الجمعيه الزراعيه شكرا يا ريس. المدرسه دي في مدرسه. انت بتزرع يا عم ابراهيم؟ انت بتزرع؟ انا راجل كنت يعني فلاحين، بس انا كنت موظف في الري. انا كنت موظف في الري. خلاص ده خلينا نتكلم عن قطاع الري. انا اكيد عنده بقى. انا بقول قطاع الري، انا نفسي قطاع الري، نفسي المصريين يقدروا قيمه الميه. يعني الناس اللي بيقولوا احنا بتوع ربنا وبنقرا قران، خدت بالك انت؟ مصر ديت بيقول، ما انت لو قلت مصر هتاخد 30 حسنه عشان ربنا ذكرها في القران ماشي. طب انت بتاع ربنا بترمي في الطور عليه، ما انت حتى ربنا يحاسبك عليه. الميه يا عم، الميه ما قول لي قطاع الري حصل فيه ايه؟ بنقول لك يعني بترمي في الطور عليه. شفت الطور عند جهه حضرتك في اللي بعديه التبطين ده؟ حاجه جميل. طب في دوله في العالم بتعمل كده؟
قول لي انت بقى، انت شفت اي قريه حواليك قبل ما تدخل حياه كريمه كان فيها كده؟ احنا كنا بنعاني يا استاذ، بقول لك والله في الشتاء كنا بنعانوا. ماشي، في تطوير في التعليم، في خلينا بس الاول في قطاع الري عشان نخلصه الاول، نخلص قطاع الري الاول. الخناقات كان في خناقات على الري اكيد، يعني انت ما بتزرعش بس كنت شغال في قطاع الري. شيء طبيعي، شيء طبيعي. ليه الاول كانت الترعه مش متبطنه، ماشي، كان بيبقى فيها حشيش. حضرتك اكيد برضك انت حشرات طبعا، الحشيش ده حشيش وورد النيل وكانوا بيصرفوا عليه فلوس كتيره، ورد النيل عشان المقاومه، وتسريب الميه كمان، وتسريب الميه والكلام ده كله. فتبطين الترعه خدت بالك انت، حفظ الميه وحفظ البيئه، حتى البيئه وحفظ الدور. كان اللي بيروي البيئه هو اللي بيعرف يروي، اللي بيروي في الاخر. وبعدين انت بتاخدني، بس انا بقول لك ال 100 مليون صحه فيروس سي. شكرا يا ريس. هنتكلم على حاجه والله. انا عاوز نكلمك على، خلينا نتكلم عن نقطه عشان نعرف نتكلم عنها. اصل الخير يامي، الله اكبر، المشاريع يامي، اللي ما فيش للاسف العجول، العجول التعبانه مش عايزه تشوف. الخير يامي، الانجازات يامي. خدت بال حضرتك؟ فضل. انت زمايلك دلوقتي حضرتك في قطاع الري. انا طرحت معاز بقالي 8 سنين. ولادك موجودين فيه وزمايلك الصغيرين؟ ولادنا الصغيرين والله في الري، شغالين في الري. صح. فضل. يقولوا لك ايه الدنيا فرقت ازاي بالنسبه لقطاع الري؟ ما انا بقول لحضرتك تطوير الترع والري الحديث، خدت بال حضرتك؟ دي طبعا ده علم، ده علم طبعا. دي ساعد الفلاح برضك في توفير المياه وفي الزراعه، يعني الزراعه برضك لما خلي بال حضرتك في بعض انواع الزراعات ما بتحتاجش مياه كتير، خدت بال حضرتك؟ فدي بتدي انتاجيه اكتر. موجود بتدي عندنا هنا في البعديه اراضي مزروعه بالري الحديث؟ لا بالري، لا تبطين بس. احنا اصل انت مش ارض رمليه، انت عندك لسه ترع وبتدور، مش بالرش. فنامل برضك ان شاء الله في الارض السمراء دي برضك لما يبقى فيه تنقيط او بالرش هترشد الميه طبعا، خدت بال حضرتك؟ وشيء جميل وهتفرق في، بس يصبروا المصريين، تصبر بس، يصبروا والله العظيم، والله العظيم الايام الجايه حلوه، وخلوهم متفائلين واسالوا تحت امركم. حاج ابراهيم في قعده بالليل كده بتاعت المعاشات دي، انا عارف انتوا قاعدين مع بعض بقى، كلكم احنا قاعدين، ما هو احنا بنقعدوا طبعا في كل يوم. كل يوم احنا فين بقى؟ كل يوم بنقعدوا في في في, في البيت مثلا، في قدام محل واحد مثلاً. صاحبنا الله ينور عليك، بنتكلموا في الاحداث اللي بتحصل حوالين العالم كله، وبنقارن والله العظيم، وبنقارن. يعني انت لو قعدت قدام التلفزيون ودورت على القنوات، خدت بال حضرتك؟ البؤر مشتعله في جميع انحاء العالم، خدت بال حضرتك؟ تيجي في مصر هتلاقي فيه مشاريع، هتلاقي فيه انتاجيه، هتلاقي فيه مشاريع. لسه شاذلي بيقول لك بتقعدوا بالليل، وانت قلت بتقعدوا قدام البيت وبنفتكروا، ما بتروحش وبنفتكروا ده بدل المركز الشباب، وبنفتكروا وبنفتكروا، خلي بال حضرتك، وبنفتكروا ايام زمان، ايام ما كنا بنمشي في الطينه وبنروح المدرسه دمنهور، كنت بروح دمنهور في الاعداد وفي الثانوي، خدت بال حضرتك؟ وشايلين الشورت في الشتاء والدنيا بتشي علينا وفي الطينه، وبنلبسه جزم بلاستيك، بنفتكروا الايام ده كلها، بنفتكروا الايام كنا بنركبوا العربيات الكارو، يعني كانت بتبقى امله كبير، خدت بال حضرتك؟ بنفتكروا ايام الراديو الترانزستور الصغير اللي كنا بنسمعوه. دلوقتي في نت في الابعديه، في قريه الابعديه نت ما شاء الله. مركز الخدمه للتكنولوجي ده لازم يكون فيه نت، بريد لازم، لا 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 نت غير المركز التكنولوجي ده، كل بيت اللي عاوز فيه بوكس، بوكسه متعلقه على بيتك. الانترنت موجود في القريه وفائق السرعه كمان. بالظبط كده، يعني بالظبط كده. المركز بقى للاتصالات بردك حضرتك، كنا بنعمل البطاقة الشخصية في دمنهور، التوثيق في دمنهور في المدينة، الوقت بتعمله في القرية، خدت بالك انت؟ عايز تطلع رخصة، عاوز رخصة قيادة، عاوز مش عارف مخالفات، كله في مكتب البريد، خدت بالك؟ يعني حاجات كلها، حاجات حلوة كلها والله. مش محتاج تخرج من الأبعاد، مش كل شيء متوفر، بس الناس تتاج الله في نفسها، نرحموا نفسنا، راح يعني المصريين يرحموا بعض. زي الرئيس بتاعنا، زي الرئيس السيسي. بص يا استاذ، انا مش منافق والله، لا يا عم، عمري ما كنت منافق، واهل اللي بعديه يعرفوا الراجل ده، راجل طيب ومحترم وشه وسبع وجديد في نفس الوقت، خدت بالك انت؟ وبالنسبه لجيشنا، جيشنا الحبيب، انا عندي 68 سنه، اقسم بالله العلي العظيم عندي استعداد دلوقتي نلبس افرول ونوقف على الجبهة، أصحاب المعاشات، بنقول لشبابنا بحبوا بلدكم،
وما تسمعوش كلام حد. يا ريت كل المصريين والله العظيم الجميله دي يا عم ابراهيم. احنا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا حضرتك شرفتنا ونورتنا. انا عاوز ان شاء الله يكون لقاءات ثانيه. خلي بالك انا عندي عاوز نفضفض وشكرا وبنشكرك. انت محتاج حلقات بقى يا ابراهيم. بنشكرك وبنشكر الاستاذ وبنشكر المخرج وبنشكر الناس اللي واقفه من الصبح دي. وشوف الجمال وشوف الحلاوه، انا عايز الكاميرا تلف. احنا بنشكركم على الجمال وعلى حسن الضيافه الجميله اللي شايفينها. انتوا اللي نورتونا وحاجه ما فيش والله العظيم. انتوا اللي جمال وانتوا اللي نورتونا. الله يكرمك. وتحيا مصر حبيب. وتحيا مصر طبعا. وصباح الخير لكل مصري بحب بلده. وشكرا لمجلس المدينه ومجلس القريه والناس اللي جت من القاهره في ايام زياره الرئيس. شكرا لكل واحد حط قدمه في ارض الابعاديه. شكرا ليك. صباح الخير يا مصر. صباح الفل.